عام 1995 دخل رجل يدعى باباني سوسوكو إلى هذا البنك في دبي، وهو على وشك أن يستولي على أمواله في عملية غير مسبوقة. There was a massive fraud committed against Dubai Islamic Bank. He had a nerve of steel. The people who owned the bank took a huge, huge hit. It's not covered by insurance. نفذ سوسوكو واحدة من أكثر عمليات النصب ثقة وجرأة في التاريخ. سرق 242 مليون دولار عن طريق إقناع الناس بأنه كان يستخدم السحر الأسود. This black magic stuff I hear, I couldn't believe it. The story that we were told was that it was a result of some type of hypnosis. صنع سوسوكو أسطورة أيضا تقول إنه سرق من الأغنياء ليمنح الفقراء. He would go on Thursdays, they would drive him around. He would find homeless people and give them money. Sosoko flashed money like nobody else. No client had ever given me even a bicycle as a bonus for getting them out of jail, let alone a brand new Mercedes-Benz. هذه قصة رجل تكاد قوى خداعه أن تتجاوز قدرة البشر. I've heard that he was dangerous. What he did is remarkable. Essence d'état d'âme. Essence d'état d'âme. But he ruined a lot of people along the way. ننطلق بحثاً عن سوسوكو الذي اختفى منذ ذلك الحين. خطط لأكبر سرقة لم يسمع بها أحد. موقف محرج يحاول البنك التستر عليه. هذه قصة الساحر الذي سرق البنك. دبي مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسطورية في الفرص التي توفرها والانتهازيين الذين فيها. أسس بنك دبي الإسلامي هنا عام 1975، وهو أول مصرف في العالم يعمل وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية. وبعد 20 عاماً أوشك هذا المصرف على الانهيار بسبب فضيحة عجيبة. اسمي بريجيت شيفر، كنت في عام 1998 أقيم في دبي عندما سمعت إشاعات بأن المصرف يمر بمشكلة. It was a lot of people outside the bank waiting for the bank to open because a local newspaper published a cash flow problem and I think everyone scared to lose the money. قللت سلطات دبي من شأن الأزمة ووصفتها بأنها صعوبة بسيطة لم تؤدي إلى أي خسائر سواء في استثمارات البنك أو حسابات المودعين، ولكنني اكتشفت أنها لم تكن مجرد صعوبة بسيطة. أثارت المسألة فضولي أولاً، ثم استحوذت على اهتمامي بالكامل. أردت أن أعرف ما حدث بالضبط. النتيجة كانت أن هذه الحكاية جالت بي حول العالم، لكن البداية كانت هنا في دبي. في أحد أيام أغسطس آب 1995 زار رجل يدعى فوتانغا باباني سوسوكو أحد فروع بنك دبي الإسلامي وطلب مقابلة المدير محمد أيوب. طلب قرضاً لشراء سيارة، وافق أيوب ودعاه سوسوكو لتناول العشاء في منزله. وكانت هذه هي البداية المتواضعة لواحدة من أكبر الاحتيالات المصرفية في العالم. There was a massive fraud committed against Dubai Islamic Bank in the order of $240 million, perpetrated with inside assistance but organized from non-employees of the bank. سوسوكو من مالي في غرب إفريقيا، وخلال العشاء ادعى أمراً مذهلاً. أخبر محمد أيوب أن لديه قدرات سحرية. We heard a lot about that
from a few people in his entourage too, that he had this special, as he called it, this special power over people. السحر محرم في الإسلام، لكن رغم ذلك لا يزال كثيرون يؤمنون به، وهذا ما ينوي سوسوكو استغلاله. طلب من أيوب أن يحضر له بعض المال، وقال إنه قادر على أن يضاعفه له باستخدام السحر. وعندما وصل أيوب إلى المنزل، انطلق رجل راكض من إحدى الغرف قائلاً إن جنياً هاجمه للتو. حذر أيوب من إثارة غضب الجني، وإلا فلن يتضاعف ماله، ولذا ترك أيوب المبلغ في غرفة السحر وانتظر. قال إنه رأى أضواءً ودخاناً وسمع أصوات أرواح، ثم ساد الصمت. عقب ذلك فرح برؤية نقوده وقد تضاعفت بالفعل. بات أيوب الآن مقتنعاً أن سوسوكو لديه قدرات سحرية. الآخرون لم يكونوا متأكدين. I couldn't figure out whether he was in it, whether he wasn't in it, whether he's in something like it, whether he believed it, whether he didn't believe it, because he just kept talking in circles. The story that we were told was that it was a result of some type of hypnosis or something like that. قال سيسوكو إن لديه آلة سحرية يمكنها الاستمرار في مضاعفة أموال المصرف، بل وحتى إضافة ربح. صدق أيوب القصة. He believed it was black magic, that Mr. Sissoko could double the money. So he would send money to Mr. Sissoko, the bank's money, and he expected it to come back and double the amount. تلقيت اتصالا من شرطة دبي. لقد عثروا على آلة تشبه تلك التي قال سيسوكو إنها تضاعف المال. إذا وضعت فيها 100 دولار فستعيد لك 200. مبدئياً النقود حقيقية. في كل عام يقع عشرات الناس ضحايا لعمليات نصب غريبة كهذه وغيرها، وتقول شرطة الإمارات إن العديد منها يجري باستخدام السحر. في أساليب وطرق احتيالية في السحر الشعوذة عديدة، وأريد أن أضيف أن قسم مكافحة النصب والاحتيال أن موضوع الاحتيال يتشعب إلى ثلاث فروع. الفرع الأول هو الاحتيال على الأفراد، والاحتيال بطريقة السحر والشعوذة، والاحتيال على الشركات. ربما صدق أيوب أنه يمكن مضاعفة أموال المصرف بالسحر، بيد أنه أخرج تلك الأموال من المصرف عن طريق الخداع. فبين عامي 1995 و 1998 أجرى 183 تحويلاً مصرفياً إلى حسابات سوسوكو حول العالم. كان آلان فاين آنذاك محامياً في ميامي. عندما اكتشف المصرف خسائره طلب منه تحري الأمر، فبدأ فاين تحقيقه بحسابات أيوب الشخصية. The first thing we looked for were signs that he personally profited from the massive amounts of money that he directed leave the bank. We found completely insignificant amounts of money that he benefited from. The explanation provided by the number two person at the bank at the time in Dubai was that he was convinced by black magic. He later believed it was black magic. أردت معرفة المزيد عن باباني سوسوكو. ربما كان بنك دبي الإسلامي أكبر عملية نصب يقوم بها، لكنها ليست الأولى. كان شخصية مركبة ومثيرة للفضول. One of the stories he told was that he went to work as a very young man, maybe a boy, clawing for diamonds in the mud on the side of a mountain, and discovered some very big one and smuggled it out, and that's the beginning of his fortune. Il a toujours été quelqu'un qui allait chercher fortune
Ailleurs, mais chaque fois qu'il a fait fortune, il est quand même revenu partager avec sa famille. I heard he couldn't read or write, and I'm talking to him. He seemed very, very wise, and I was saying, well, something here is not right. This guy's a lot smarter than he's leading on to be. He's a very controlling guy. He was very stern in some respects, and he could turn it on, turn it off, so to speak. ولد باباني سوسوكو هنا في مالي بإفريقيا. في ذلك اليوم يقال إن النيران اندلعت في القرية كلها. لم يتلقى سوسوكو تعليما، لكن قدره بدا مكتوبا منذ البداية. There are several tribes in the area that he came from that have incredible mathematical abilities. Matter of fact, one of the people who is in charge of the space program of the United States comes from Mali, from a little hut in Mali, and he has extraordinary, extraordinary mathematical abilities. So while Sissoko couldn't really speak virtually any, you know, Western language, he had this incredible ability to remember things, dates and times and numbers. And he once told me I was born with an encyclopedia in my head. هذه باماكو عاصمة مالي. وعلى مقربة من مبنى البرلمان يقع سوق السحر. When you go into the market area of Bamako, you're going back into the 4th century. And when you walk around and you see how these people live, and you understand the depth of the poverty and the lack of education, the lack of things that we take for granted here, it's a heart-rendering thing. And he comes out of that environment, and he was a tribal guy. وجدت تجار السوق يبيعون علانية أجزاء مجففة من حيوانات تستخدم في السحر. Vous voyez les signes là? Oui. Les signes là, parce que moi-même je fais le maraboutage. Oui. T'as compris non? Si je fais les trucs là avec le caméléon là, hein, par exemple, tu piles la poudre là. Oui. La poudre là, tu mélanges avec huile, oui. Pommade. T'as compris non? Tu te frottes. T'as compris? Si tu te frottes seulement, la personne que tu veux. Il n'y a pas de problème, vous allez coller, il n'y a aucun problème. Tu dis qu'avec les caméléons, si tu mets cette pommade sur le corps, oui. Que la personne que tu as collée, oui. Il ne peut te rien refuser. Non, tout sauf ça, il ne peut rien te refuser. Oui. Même l'argent. Même l'argent, si tu as parlé le problème de l'argent, ou bien le problème de voyage, ou bien n'importe quelle chose, non, il ne va pas refuser. لازلت متشككة. لكن كيف يتم التهاون مع بيع مواد تستخدم في السحر في بلد مسلم مثل مالي؟ باموسا ساميتي ساحر يعرف أيضاً بأنه مرابط، أي ولي دوكوبا الكبير، وهو معلم ديني لا يرى تناقضاً بين إيمانه بالسحر وعقيدته الإسلامية. Djineko c'est réalité. Nous c'est fado mo wala, c'est ka mo sermeni. Nous c'est ka mo bali fin dola. Mais frado be mi c'est ka ke djinebe avec tebe. C'est comme un boulou chien. Ni asri kaso. Avec kasado. Ata fenke. Meni mo wala na ka be do. يعرف باموسا سيسوكو شخصيا ويعتقد ان ساحرا اخر ربما ساعده دون قصد. سيسا انا سرك مو فين داما. كرامو يا داما اكاير بلانا تتا علي تراك فين وري تا فين بوا كون اما داما ميك نفسك كيف في مالي سمعت كثيرا عن السحر ولا زلت لا اعرف ان كان سوسوكو يؤمن به حقا لكن محمد ايوب امن به بالتاكيد
بعدما آمن بأنه مسحور، وصل إرسال مبالغ هائلة من أموال المصرف إلى سوسوكو الذي لم يعد بحاجة للبقاء في دبي. بعد ذلك لم أعثر له على أثر. ولكن بعدها ببضعة أشهر عاد سوسوكو إلى الظهور في مدينة نيويورك، وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 1995 دخل مصرفاً، حيث قام بما هو أكثر من مجرد فتح حساب. He walked into Citibank one day, no appointment, met a teller, and he ended up marrying her. And there's reason to believe she made his relationship with Citibank more comfortable. And he ended up opening an account there through which, from memory, I'm just going to say more than $100 million was wire transferred into the United States. لاحقاً قام بنك دبي الإسلامي بمقاضات Citibank عن الخسائر التي تكبدها. أسقطت الدعوة، ولكنها كشفت الحجم الهائل لاحتيال سوسوكو. ووفقاً لوثائق القضية، فإن Citibank سحب أكثر من 151 مليون دولار من الحساب التابع لبنك دبي الإسلامي دون تفويض ملائم. دفع سوسوكو لزوجته الجديدة أكثر من نصف مليون دولار لقاء مساعدتها. I don't know under what legal regime he married her, but he called her a wife and she believed she was a wife. She understood there were many other wives, some from Africa, some from Miami, some from New York. مع استمرار تدفق أموال المصرف، استطاع سوسوكو تحقيق حلمه، شركة طيران لغرب إفريقيا. اشترى طائرة هوكر سيدلي 125 مستعملة، وطائرتي بوينغ 727 قديمتين. كان ذلك إذاناً بولادة طيران دابيا على اسم قريته في مالي، لكن إقلاعها لم يكن سهلاً. Well, he also had an airline that was just notorious for not actually running. Huge maintenance problems. He had these ideas, these sometimes grand ideas, and they just never made any business sense. So he put money into them and then abandoned them. Déposer Charles, tu sais, le tarmac à Abidjan, il s'est couché une semaine, 10 jours à l'hôtel. Il aurait pu prendre un vol commercial, même si tu veux, tu prends toute la première classe pour toi seul. Ça coûte pas un jour de vol. Ou bien déplacer un avion pour aller chercher un plat au Sénégal et venir, c'était pas un problème. جئت إلى ميامي. ففي مطارها هذا بدأت أمور سوسوكو تسوء. في يوليو تموز عام 1996 كان يحاول شراء طائرتي هليكوبتر تعودان إلى زمن الحرب الأمريكية على فيتنام، ولم يعرف أحد السبب. His explanation for why he wanted them was an emergency air ambulance. But he was, the helicopters he was looking at were pretty big helicopters. They were not the kind that you see running back and forth to hospitals and trauma centers in the United States. They're much bigger than that. The government was concerned that it had something to do with some type of either drug run or some type of military action in his country or neighboring countries. يمكن وضع بنادق مضادة للطائرات على هذه المروحيات، لذا كان تصديرها يتطلب رخصة خاصة. حاول رجال سوسوكو تسريع العملية بعرض $30,000 كرشوة إلى موظف جمارك، وبدلا من ذلك ألقي القبض عليهم. Il a voulu soudoyer un douanier, alors qu'il paraît que c'est un crime fédéral. C'est une histoire de fou. Ici, nous, on donne l'argent aux douaniers tous les jours. أصدرت الشرطة الدولية إنتربول مذكرة توقيف بحق سوسوكو وقبض عليه في جنيف التي سافر إليها لفتح حساب مصرفي آخر. وهنا يأتي دور سبنسر، وهو محامي من ميامي.
I received a call from a friend of mine who asked me if I would represent him or consider representing him, and that he would like to, that is, Sissoko would like to meet with me in Geneva, in Champ de Lons prison. And I talked with the prison warden, who asked me whether or not Sissoko was going to go to the United States. I said, well, you know, we'll see. And he said, well, please delay it as long as possible. And I said, well, why? And he said, because he's flying in fantastic meals from Paris every night for us. And that was my first bizarre encounter with Baba Sissoko. عين سبنسر محاميا رئيسيا للدفاع في تهمة الرشوة. وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 1996 قامت السلطات الفيدرالية الأمريكية بتسليم سوسوكو إلى السلطات في ميامي حيث وقعت الجريمة. We requested a bail hearing and the government objected to any bail whatsoever. كانت السلطات الأمريكية تحقق مع سوسوكو وأرادت أن يبقى في الحبس، ولكنه كان يحشد مؤيدين ذوي نفوذ. One of the interesting aspects of the bond hearing that we had was the number of diplomats that we had testify, and the judge was absolutely astounded, said so on the record, that he had never had a hearing where he had diplomats from any country come to speak on behalf of a defendant. And we argued that he wasn't a flight risk, that he was prepared to put up a substantial amount of bond. بعدها طلبوا كفالة بعشرين مليون دولار، وهو رقم قياسي في محاكم فلوريدا. البروفيسور H.T. سميث كان عضوا في فريق الدفاع. I remember when the number was suggested, that I was standing before the judge and Tom leaned over through the interpreter to speak to Sissoko. I assume he asked him, could he make the bond? And I saw his head shaking like, yes. And so we agreed to the bond, and he made the bond. The government was floored. عاد سيسوكو إلى نشاطه رغم أنه كان لا يزال ينتظر المحاكمة. وقد دهش المحامون للامتنان الذي أبداه. It was one of the most shocking experiences that I or my co-counsel have ever had. I mean, to be there at on Brickell Key and to watch this parade of cars come through. There were three Mercedes and three or four Jaguars for counsel. Mine was the first, and I was just stunned. It came out in the paper that I got a Mercedes, right? So this Catholic priest, who's a very dear friend of mine, saw me at a Miami Heat game. He said, hey, H.T., how's the Mercedes doing? So I said back to him, how's your Mercedes? He said, no, he didn't give me a Mercedes. He gave me a Land Rover. I didn't know he had given me anything. I was just joking. No client had ever given me even a bicycle as a bonus for getting him out of jail, let alone a brand new Mercedes Benz. ولكن كانت هذه هي البداية فقط. كان سيسوكو على وشك الانطلاق في ثورة إنفاق هائلة. Miami is a city that responds to wealth. And Sissoko flashed money like nobody else. Just in one jewelry store alone, over $500,000. And multiple hundreds of thousands in other jewelry stores. He would come in and buy two, three, four cars at the same time, come back another week and buy two or three, four cars at the same time. It was just, you know, the money was like wind. More than $150,000 in one men's clothing store. How many cars in total did you actually sell to him? I would say somewhere in between 30, 35 cars. The most conspicuous of conspicuous consumption. Often when people spend money easily, they earned it easily. استمتع سيسوكو بحياة رفاهية في ميامي بفضل سيطرته المستمرة على مدير بنك دبي الإسلامي.
ولم يكن محمد أيوب يموله بتحويلات المالية وحسب. A lot of the money, I don't know how many millions, but in the millions, was actually never money that was transferred out, but the failure to pay on credit cards, where his credit card debts were just canceled on a monthly basis by the inside person at the bank. أصبح سيسوكو مشهورا في ميامي. كانت له عدة زوجات قبل مجيئه إلى ميامي، ولكن ذلك لم يمنعه من الزواج من أخريات. He was a big fan of women. I know there was multiple wives at the apartment waiting, and then there was also a big room, big where all different type of people was always waiting for him, and often women too. C'est un vrai playboy. Vous avez trouvé le mot. Parce que là, il est très élégant, il est très beau, et il s'habille avec beaucoup d'élégance. Parce qu'il a, il a, il a flambé en mer. Il a acheté des appartements partout. He ultimately rented 23 apartments, and he had a number of his wives in those apartments, and he bought furniture for those apartments. كان سيسوكو أيضا يتبرع بمبالغ كبيرة للأعمال الخيرية. كان موعد محاكمته يقترب، وكان يعرف قيمة الدعاية الجيدة. Petite fanfare d'une école. Ça, j'étais là. كان أفراد الفرقة بحاجة إلى المال للذهاب إلى نيويورك والمشاركة في موكب يوم الشكر. عندما كتب لهم سيسوكو شيك لم يصدقوا أعينهم. One of the parents was actually my mom, and she almost passed out, you know, for seeing a check for that sum of money. But everybody was so gracious. We were just really happy. I was thinking, oh, is this some modern day Robin Hood? Why would you steal money and give it away? It doesn't make any sense. He had that, I guess, need to give away money to people, but he did it in a way that was really touching. He would go on Thursdays, they would drive him around, he would find homeless people and give them money to. Même aujourd'hui, vous lui donnez 10 millions, c'est sûr que demain il n'aura rien, il aura tout par terre. Je crois que c'est presque une maladie chez lui que de travailler ici. Il est incorrigible sur ce plan. He was giving away money like I had never seen before. The Herald did a story after he left, and I think that I don't want to exaggerate, but I think they said they could have chronicled like $14 million he gave away. He was only here 10 months. That's over $1 million a month. العديد من الناس استفادوا من سيسوكو، لكن الكرم لم يكن دافعه الوحيد. He had an absolute need to be admired and worshipped by people. So much of what he did was for image. And I mean, to perpetuate a belief that he was a very powerful man and fabulously wealthy, he would give away money. But only, you know, I mean, it was never, to my knowledge, it was never done in a way where he didn't get publicity for it. كان سيسوكو أيضا يبني دعما سياسيا لقضيته، وبعضه من أماكن تثير الدهشة. Well, I was impressed by how many people from American politics came out of the woodworks for him. I mean, I think it was just maybe a week into the case, and a former United States Senator Birch Bayh was on my doorstep at my office telling me that he represented Sissoko as well and had been engaged, and that he was going to personally take part in the case. And you know, to have a former United States Senator of the stature of Birch Bayh, it was stunning to me. Well, you have to ask yourself, why would anyone get involved for a foreign national who has no
apparent value to the United States? I don't know the answer to the question, but it's an interesting one to pose. في مارس أذار عام 1997 وصلت قضية سوسوكو إلى المحكمة أخيراً، فأقر بذنبه خلافاً لنصيحة محاميه. Tom and I were totally against him pleading guilty. Basically, they were saying that Sissoko was involved in this criminal enterprise to try to get these helicopters by bribing officials. لكن تسجيلات الجمارك الأمريكية أظهرت أن رجال سوسوكو في ميامي كانوا يعملون دون موافقة رب عملهم. When I went through all of the tapes, one of the tapes he said something like, "Hurry up and get them here, but just make sure you don't violate the United States law." سواء كان مذنباً أم لا، فقد تحمل سوسوكو المسؤولية. ربما فضل ألا يجذب الاهتمام لأموره المالية، فحتى محاموه لم تكن لديهم أي فكرة عن مصدر أمواله. He had a nerve of steel, and he was very sharp and wise. I've known Tom Spencer now 30 years. I've never seen him so angry. He was angry at Sissoko. He didn't know what was up, but he knew something was up. Plus, so many other lawyers and politicians and hanger-ons were talking to him behind our backs. So we knew something was going on. We just couldn't put our fingers on what it was. حكم على سيسوكو بالسجن ل43 يوما وتغريمه 250 ألف دولار دفعها بالطبع بنك دبي الإسلامي لكن دون علمه. Parce que à Miami il était en prison mais on lui faisait des virements. C'est pas comme c'est pourquoi les gens ont dit que c'est normal parce que moi je l'ai entendu demander des virements et non et qui sont venus. Donc ça veut dire que c'était très clair. Personne ne pouvait imaginer qu'il y avait une embrouille derrière. كان سيسوكو لا يزال يهدر الأموال على طيران ذابية، وكانت الشركة على وشك إتمام صفقة الشراء الأجر حتى الآن، وهي طائرة بوينغ 747. لكنها لم تكن بوينغ 747 عادية، فقبل 8 سنوات عام 1989 انفجر أحد أبوابها وهي في الجو. Good evening. 16 passengers were sucked out of a Boeing 747 20,000 feet above the Pacific when a section of the fuselage was ripped open. بدت الطائرة منحوسة، والمذهل أنها خلال رحلتها الأولى مع طيران ذابية تمزقت قطعة طولها 9 أمتار من جناحها. الطيران كي لا بري برسك ان ايباف كي لا ريباري ماشا مي يا بان كوماندان Bon, je ne veux pas citer les noms, mais africains qui étaient là de lui faire croire que c'est. لكن سيسوكو استخدم طائرته أيضا لفعل الخير. فعندما اندلع القتال في زائير، علق مئات الماليين في البلاد. Il y avait la guerre vers Kinshasa au moment de Babani Sissoko. Il a même envoyé des avions aller prendre les Maliens qui sont là-bas. Il a beaucoup fait pour le Mali. Quand l'État est obligé de faire recours à l'OMI, aux partenaires pour évacuer les Maliens, mais les Maliens du Zaïre, c'est Baba qui les a évacués seuls. في هذه الأثناء كان سوسوكو يقضي عقوبته في سجن ساوث ديد الفيدرالي في فلوريدا، وعرض عليه الإفراج المبكر مقابل التبرع لمأوى المشردين هذا كاميلوس هاوس. He was relieved of the obligation of continuing in prison. And put on house arrest for half of his federal criminal sentence after making a contribution to Camillus House of more than $1 million. عملياً يبدو أن سيسوكو استخدم أموال بنك دبي لشراء سبيل خروجه من السجن ومن الولايات المتحدة. وفي غضون أيام كان على متن طائرة متوجهة نحو مالي. As soon as they gave him permission that he could leave, he bolted. He was gone.
and we landed in Bamako, I was stunned. I never expected anything like this, but it was a national holiday. There were hundreds of thousands of people lining the streets at the airport. When we opened up the door to the cockpit, and I patted Sissoko on the back, basically to say, you know, you're home. And he had a bulletproof vest on. And I was stunned. And Tom wanted to know why you having a bulletproof vest and you didn't give me a bulletproof vest. And that's when he got a little nervous. هذا مركز الشرطة حيث كان يفترض أن يقضي سيسوكو عقوبة الإقامة الجبرية، لكنه اختفى فور وصوله إلى مالي، وهذا أثار قلق محاميه. I wanted to get out of there as quickly as I possibly could. I had no bulletproof vest. And then we had a private small jet flight out. I think it was like a 10-seater. And that itself was an interesting experience because at the last minute, the plane had been leaned by the airport because they were seeking some sort of bribery in order for the plane to leave. And I recall as we were taxiing out, I'll never forget this as long as I live, I was throwing CFAs, which was their dollar bills, out the door to the grounds people who were running behind the plane. And we took off and we were cleared to leave. And I said, what a fitting end to a bizarre case. اختفى سوسوكو وأفلت بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفي في العالم، لكن الحكاية لم تنتهي. كان لا يزال يتلقى أموالاً من المصرف، لكن مدققي الحسابات لاحظوا ما أثار اهتمامهم، وبدأ محمد أيوب يشعر بالتوتر، والأسوأ من ذلك أن سيسوكو لم يعد يرد على مكالماته. أخيراً انتبه الفزع أيوب، اعترف لأحد زملائه عندما سأله عن حجم المبلغ المفقود. من شدة شعوره بالعار لم يستطع أيوب ذكر المبلغ، فكتب في قصاصة ورق مبلغ 890 مليون درهم، أي ما يعادل 242 مليون دولار. سعى المصرف يائساً للتعامل مع الأزمة. The people who owned the bank took a huge, huge hit. It was not covered by insurance. The bank was saved because the government stepped in to help, but they gave up a lot of their equity in the bank for that to happen. So, no, there are real victims. Does that mean those people are going to go hungry now because of what he did? No. Not the owners, but they have a different life than they had before. طلبنا من بنك دبي الإسلامي التعليق على ما جاء في الفيلم، لكنه رفض. أدين محمد أيوب بالاحتيال المصرفي، وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، ويقال إنه خضع لرقية شرعية بسبب إيمانه بالسحر. لم يواجه سيسوكو العدالة أبداً، وحكمت عليه محكمة في دبي غيابياً بالسجن لثلاث سنوات، وذلك عن التزوير وممارسة السحر، كما أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحقه، ولا يزال مطلوباً للعدالة. بالنسبة لي أيضاً، فإن الأمر لم ينتهي.
وصلتني نسخ عن محاكمات أخرى لم يمثل سيسوكو أمامها، بما فيها واحدة في باريس. ويقول محاميه إن سيسوكو كان كبش فداء لما اقترفه أيوب، وأن أموال المصرف ذهبت إلى وجهة أخرى. المحاكم الفرنسية لا تعترف بتهم التزوير أو السحر، وأدين سيسوكو بغسيل الأموال، ولم يدلي أبداً بتصريح علني بشأن ملايين المصرف المفقودة، فقررت أن أعثر عليه. سافرت إلى باماكو وبحثت عن أي شخص قد يعرف مكان سيسوكو. وسط الصخب والضجيج عثرت على خياطته تتذكر سيسوكو بولع. عثرت على سائقه لوكالي إبراهيم. Bon, les bonnes choses, vraiment, c'est quelqu'un quand ça va, quand il a quelque chose, il fait plaisir aux gens, il aime arranger, il aime soutenir les gens dans les problèmes. Tu vois, bon, les mauvaises choses que je peux dire un peu, bon, c'est quelqu'un qui donne toujours l'espoir aux gens, quoi. Tu vois. Même si quelque chose qui ne va pas, au lieu de. Il te fait un peu tourner autour de rond, au lieu de te dire la vérité, il te fait patienter comme si ça va. Voilà, c'est le truc seulement que je n'aime pas trop chez lui. وجدنا في السوق صائغا بدا يكيل المديح لباباني سوسوكو. Ah, mais je ne sais même pas comment le qualifier. C'est un type vraiment bien, la vérité en bon Dieu. C'est un type vraiment très généreux et lui vraiment il a de cœur franchement parlant. Là il m'appelle, bon je vais faire un cadeau à un parent ou un ami, un truc comme ça. Je veux que vous préparez un truc très joli pour m'envoyer. Je t'envoie telle personne et immédiatement je prépare. Chaque fois, même quand il était à l'assemblée à côté de moi, de temps en temps il me passait des commandes de trucs vraiment pour donner à ces étrangers qui viennent lui rendre visite. عام 2002 أصبح سيسوكو عضواً في البرلمان، مما منحه حصانة سياسية، كما أن مالي لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المجرمين مع أي دولة. في عام 2014 خسر سيسوكو مقعده في الجمعية الوطنية، ومعه خسر الحماية التي كان يوفرها له. لا يزال المصرف في دبي يستخدم محققاً لتعقب سيسوكو، ولكنني سمعت أنه عاد إلى مسقط رأسه قرية دابيا. بعد مسيرة طويلة بالسيارة وجدنا منزلاً يطابق المواصفات التي أعطيت لنا. ظهر فجأة محاطاً بالحراس، إنه باباني سيسوكو شخصياً. وافق على المقابلة. كان الجو انفعالياً وسرياليًا بعض الشيء. بدأ إخباري لماذا يريد إعادة بناء قريته. Je suis quelqu'un. Le jour de ma naissance, le feu a pris tous les villages. Le jour de ma naissance.
autres nés, Marietto a cousu, il a couché, tout ça, elle le fait pour le village. Donc elle a fait sortir. Maman est sortie dehors ici. Ici, tout ça, la brousse, hein, à l'époque. On fait la salle ici, tu es le gibier. C'était toujours ici, votre maison, dans cette époque-là? La maison familiale, je vous fais montrer là-bas. Je vous fais montrer où j'ai signé. Alors, quand le mot est mauvais, je dis bon. Le feu prend le village, et donc je pense qu'il faut mettre un terme. Donc je vais faire bon souvenir à mon village. C'est là que j'ai, en 85, j'ai décidé de faire ça. Ok, il ne va plus voir le feu qui prend le village. سألته من أين جاء بالمال لمشاريعه الباهظة؟ جيد أرجو ماما جي مونتي جي كونتي ماما جي بدو جي مونتي جي بدو بدي كابيتال كي بيها 304 مليون دولار. في النهاية أصبح علي أن أسأله عن الاحتيال المصرفي. Vous avez reçu 242 مليون دولار de la banque. Madame, je peux acheter 240 millions. C'est une histoire qui est un peu fou. Il faudra que les messieurs se mettent devant Jean, expliquer d'où passe l'argent. Mais 240 millions de dollars. Écoute, comment cet argent, on peut faire sortir dans une banque? Comment le faire sortir dans une banque? C'est ça le problème. Et que tu fais sortir, et ces messieurs, il n'est pas le seul qui doit ordonner les transmissions de l'argent à la banque, il faut que ça passe à, quand même, ça, je ne sais pas, une banque, d'un virement bancaire, c'est une seule personne qui le fait. Ce n'est pas une seule personne qui le fait, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent faire ça. Alors oui, pourquoi? Il y a la personne, il s'appelle Mohamed Saleh Ayoub, Mohamed Saleh, c'est son nom émiratif. Non, le nom que je connais, c'est Mohamed Ayoub. Oui, voilà, Mohamed Ayoub, qui était l'assistant directeur de la banque. Et il, on sa défense, parce que lui, il est allé en prison pour ce crime, et en sa défense, il vous avait impliqué, et des autres aussi, mais surtout vous, en disant que vous l'avez mis sur la magie noire. Oui. Continue. Mais vous étiez à Dubaï plusieurs fois. J'étais à Dubaï. Oui. Les messieurs dont vous parlez, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà vu. J'ai déjà été, le seul contact que j'ai eu, c'est le monsieur quand j'allais acheter une voiture. La banque m'a acheté, j'ai payé. Mais sur le compte de banque d'une voiture japonaise. أردت معرفة هل كان يؤمن بأنه سيطر على الناس بالسحر؟ Madame, quelqu'un qui a ce pouvoir, pourquoi tu travailles? Quand quelqu'un a ce pouvoir comme ça, pourquoi tu travailles? Tu n'as qu'à rester là, à penser à toutes sortes de banques du monde. Allez penser même aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, en Arabie Saoudite, même en Afrique ici. Tu n'as qu'à te coucher tout sur les banques, on te donne ce que tu veux. شاهدت باباني سوسوكو يعيش حرا في قريته، لكنه يبقى مطلوبا للإنتربول في قضية لا تزال واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفي في التاريخ. سألته عما يعنيه المال بالنسبة له. On a 20 milliards demain, après demain on pense avoir 40 milliards. C'est comme ça. Bon, tout peut suffire, sauf l'argent. L'argent n'a jamais été. Parce que l'argent, c'est quand même assez dangereux. Parce que quand on en a, il faudra avoir beaucoup faire attention. Il ne faut pas être que votre économie vous domine. Si votre argent vous domine, vous êtes foutu. Vous n'avez plus le contrôle. Vous ne faites seulement des bêtises. Vous ne pouvez même pas, des fois, respecter vos propres familles, parce que vous pouvez être. Il
c'est là qu'il fait mal. Madame, l'argent, on n'a jamais souffert. بدأ تحقيقي بالبحث عن الرجل الذي سرق 242 مليون دولار بزعم استخدامه للسحر. يا لها من قصة. ولكن ماذا عن الرجل نفسه؟ I don't have mixed feelings about him. I don't admire him. What he did is remarkable. But he ruined a lot of people along the way. I think all of us had you know, a friendship relationship at some levels with Sissoko and saw a lot of the good things that he did. Il a fait sa vie. En fait, je crois que c'est la vie qui lui plaisait. Être un flambeur, il n'a pas peur de perdre de l'argent. J'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Moi, j'en ai jamais vu. Je me demande aussi si vous êtes encore très riche. Non, je ne suis plus riche. Non. Je suis pauvre. Et comment ça?